تحدثنا في الخطوة من واحد وصولا لحد رقم 8 اللي هي كانت موضوع الإيمان. نعم الإيمان. يعني محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد أن ألتقي بكم مجددا أستاذ خليل وأستاذ أبوك، سعيد بكل من يتابعنا الآن. يا أهلا بك. وسنكمل في كيف نحقق الأهداف. زي ما ذكرت يا أستاذ خليل، كنا تحدثنا في حلقات سابقة من الأول لماذا نضع الأهداف، وده شيء مهم إنه يكون عندي سبب واضح يخليني أعمل اللي أنا داير أعمله. السبب من فعل شيء معين هم من الشيء نفسه. بعد ذاك تحدثنا عن أركان تحقيق الأهداف وكيف أو كيف نضع لأنفسنا أهداف. بعد ذاك آخر حاجة بدينا نتكلم عن الخطوات العشرة لتحقيق أي هدف. أبدأ أعمل شنو يعني؟ أقولهم سريع. ده عملناه المرة اللي فاتت. آه نعم. المرة دي برضه حنعمله مشكلة. طيب أنا أقولهم سريع. أيوة. أول خطوة أكتب هدفك وليكن مصاغ بصيغة إيجابية وليبدأ بكلمة أنا، لأن أنا تدل على الذات ولا بد إذا كتبت اسمك لأنها برضو تدل على الذات، فأنا فلان أريد أن أكون كذا أو أصنع كذا أو أحقق كذا. الخطوة بعدها مباشرة في فقرة لا تقل عن سطرين أكتب الأسباب لماذا أنت حريص على تحقيق ذلك الهدف. الخطوة الثالثة لابد أن تحدد، يكون عندك تصور كيف ستحقق الهدف. تصور مبدأ من الكلام عن خطة استراتيجية، متى تريد تحقيق هذا الهدف، مع من تريد تحقيق هذا الهدف، أين تريد تحقيق ذلك الهدف. الخطوة الثالثة أو الرابعة، حاول انتبه للعوائق المحتمل تواجهك على المدى القصير عشان تعرف شنو الخطط البديلة والخطوات البديلة اللي حتقودك لو لاقتك مشاكل، لو لاقتك عقبات، لو لاقتك تحديات. وبالفترة البسيطة دي لما انت تتوقع العقبات وتتعلم كيف تتجاوزها، انت في الواقع دربت نفسك على المدى الطويل على مواجهة العقبات والتحكم فيها والتغلب عليها. الخطوة الخامسة، تأكد أنك أنت المسؤول عن تحقيق أهدافك وليس غيرك وليس البيئة وليس الظروف. الخطوة السادسة، عليك أن تتأكد أن هدفك قابل للقياس. وقلنا فيه حدد الزمن وحدد الكمية أو النسبة. ما تقول عايز أكون ناجح، عايز تكون ناجح في شنو؟ تحديد سقف زمني وتحديد سقف زمني، ولازم يكون في نسبة أو كمية محددة. الخطوة السابعة، لا بد تكتب الهدف بتاعك. مذكر أستاذ أبو بكر كاتب في القلم بتاعه. نعم، اكتب هدفك في مكان واضح وتراجعه بشكل مستمر، وده هيخليك دائما الهدف مستيقظ في بالك. وقلنا افضل طريقه لمراجعه الهدف باستمرار انك تدعو به الله سبحانه وتعالى في كل ما تتحرك الفرصه للدعاء. الخطوه الثامنه اللي وقفنا فيها اللي هي الايمان الوقود. قلنا ايوه، قلنا الايمان هو الوقود والطاقه المحركه لتحقيق ما نريد. الايمان هو عامل زي البوصلة اللي حتوريني أمشي فيها تتياه، عامل زي الخريطة اللي حتوريني أمشي فيها تشارع عشان في النهاية أصل. إيماني بإن أنا قادر أصل، وإيماني بإن أنا بستحق الهدف ده، كله نابع من إيماني بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، نابع من إيماني بالله سبحانه وتعالى. إنه الله سبحانه وتعالى جعل جواي الرغبة لإني أحقق الحاجة دي لأن أنا قادر أحققها. نعم. الخطوة التاسعة الجديدة نخش فيها طوارئ. نعم، هي الالتزام. الالتزام بكل الكلام اللي قلناه خلال الحلقات الفاتت. وحقيقة اليوم إذا في اتصالات، ما أعرف الأخوة في الكنترول دايرين نشوف لتدرج الناس تابعوا الحلقات الفاتت لتدرج التزموا بتطبيق. أيوة. الكلام الفاتت اللي قلناه كل مرة بقول في الدورات التدريبية، بقول الكلام ده في الورش، في المحاضرات، في حلقات التلفزيون، بنقول الغاية العظمى من جمع المعلومات ليست مجرد المعرفة ولكن التطبيق، لأن التطبيق هو اللي حيحقق لنا النتائج. صحيح. فالالتزام لا يوجد نجاح عظيم من غير التزام شديد. طيب نفصل فيها يا باشمهندس، نفصل فيها بس بعد ما نذكر الناس بأرقام الاتصال. نعم. عشان نقدر نعرف الفيدباك من الحاجة اللي انت ذكرتها لمزيد. نعم. نعم. من عندك نجي ان شاء الله نفصل في موضوع الالتزام بشكل كبير. ظهر على الشاشة الآن أرقام التواصل لكل الناس اللي حابة تتصل علينا، وحتى زي ما ذكر باشمهندس محمد المجتمع نعرف إلى أي مدى كان الناس قدرت تستفيد وبدأت تطبق حتى الأشياء. نعم. اللي ذكرناها. نعم، إضافة إلى جملة من التجارب والنماذج الحية التي تستطيع من خلالها أرسخ المعلومات هي تلك التي تكتب
بجانب من النتائج العظيمة تأتي مع جملة التطبيقات التي ينتهجها الإنسان في حياته. أكيد. تفضل المتابع. تفضل. إذن الالتزام، قالوا الالتزام هو التصميم على تحقيق نتيجة معينة ويلغى أي خيار غير النتيجة اللي أنا التزمت بها. إذا قالوا طارق بن زياد عشان يفتح الأندلس حرق المراكب، ليه حرق المراكب أو السفن؟ ليه؟ عشان ما يكون في خيار غير إنه يفتح الأندلس. بنفس الأسلوب، الالتزام معناه الإصرار على إني أحقق شيء معين وألغي أي خيار، لأنه لما نكون حاسي إنه في خيارات تانية، لما نكون حاسي إنه في احتمالات تانية، لما نكون حاسي إنه أنا ممكن ألقي باللائمة أو أحمل المسؤولية لجهة تانية ما حالتزم. صح. لما نحس ان انا المسؤول حالتزم. لما نحس انه انا لازم اعمل الحاجة دي ما عشاني والله. قلنا في الحلقات الاولى لما كنا نتكلم على اهداف، قلنا دايرين نضيف قيمة في حياة الناس، وده اللي بيدينا المعنى الحقيقي للحياة، ما عشاني مبدأ الناس اخرين. فده هيحول، ايوه، فهيحول الهدف من مجرد هدف لمسألة مبدأ. الالتزام، الالتزام ببساطة هو الدعوة للارادة. يقول لك والله ما عندي ارادة، ما في التزام. الالتزام هو الدعوة للإرادة الإنسانية إنها تستيقظ. ويا جماعة كل الناس اللي بتابعوني الآن، أول ما تلتزم تجاه أي شيء، تجاه علاقة، تجاه شخص، تجاه مشروع، تجاه قضية، تجاه فكرة، تجاه دينك، بتلقى في قوة هائلة بتدفعك لإنك تنجز الشيء اللي التزمت به ده. صحيح. أول ما تلتزم، جرب في يوم من الأيام التزمت تجاه إنك تغير عادة سلوكية سلبية، أو تضع أهدافك، أو تكتب أهدافك، أو تلتزم تجاه شخص معين، هتلقى نفسك في قوة دافعة خلتك مصر ومواصل في الطريق اللي أنت وضعته لنفسك، بتدفعك وبتجيب معك. طيب الالتزام اللي ممكن يكون يعني معرض لظرف، مثلا حالة مرضية، ظرفي بيتعلق بحالة حزن مر بها الإنسان، هل المسألة دي تزيد من عامل الدافعية بعد انتهاء الظرف ده بعينه، ولا نعيش حالة مثلا إذا سميناها حزن، يعني حالة الحزن فقد عزيز، حزن، إخفاق، إحباط، بتحصل حاجات كثيرة بتوقف. نتذكر الركن اللي اتكلمنا فيه رقم 4 اللي هو المرونة، الاستعداد للتغيير. الناس بيفهموا الالتزام أبقى اتجاه واحد، لا، التزم بالهدف مش التزم بالطريق. ما يكون خاطي بالي إنه والله عشان أصل الهدف ده إلا بس بالطريق ده، عشان أعمل قروش إلا بالأسلوب ده، عشان ألقى وظيفة كويسة إلا بالأسلوب ده، لا، في أساليب كثيرة. مرونة. فالمرونة تعني إنك تركز على الهدف وتكون أكثر قدرة وتكيفا على الظروف والتحديات والمشاكل والحزن والكلام اللي قلته يا أستاذ أبو بكر. تمام. مهم جدا موضوع الالتزام. بس الالتزام من الضروري كمان تكون عندك المعرفة والعلم الكافي بخطواتك اللي أنت بتعمل فيها، عشان ما كمان تلتزم بأشياء بعدك تلقى نفسك أنت بدل ما تمشي للهدف تكون راجع لورا يعني. صحيح. عشان كده قلنا في الركن الثالث في الأركان الخمسة المعرفة وجمع المعلومات نحو الهدف. فعشان ما أبدأ ساي، عشان كده كنا بنقول الخمسة أركان قلناها في الأول، وبعدين فرتقناها كده في الخطوات العشرة دي، عشان هي اللي بتحكم توجهي نحو الهدف. جمعت المعلومات بشكل كافي، خلاص. أنا بعد ده الالتزام بيكون في محله. كلامك. طيب الالتزام بمساعدة آخر يمشي معك في نفس المشوار أو ذات المشروع، مثلا في شخص آخر عنده برنامج، يعني كيف انا اعلم السقف قيمه الالتزام اذا كان النمط بتاع التعامل الا يكون في شخص اخر منافس معي في نفس المجال؟ تقصد شنو بين منافس؟ يعني مثلا خليل عاوز يالف كتاب وانا الف كتاب في نفس الوقت، وين المشكله؟ طيب المشكله في انه يا اخي انا دار ازيد جزئيه الالتزام، مثلا بشعر بانه انا التزامي اقل من خليل في جانب وجزئيه انه انا لا اخطو خطوات، وكانه يا بكر مساله انه اشوف زول قريب معي في اهدافي وحياتي، عشان يعني مرات اصلا يعني حسي جانب وجزئيه الالتزام دي مرات تخيف او تقل حتى يعني حرارتها من انك تتواصل وتستمر. صحيح. هل الاستعانه باخر بشغال معك في نفس المجال وذات الهدف ممكن تكون عامل لمزيد اهدافكم متشابهه؟ مش ذات الهدف، لان من انت تالف كتاب وهو يالف كتاب ثاني خالص. نعم. لكن الاثنين متشابهين فينك وفي نهايه دارين تالفوا. بالتاكيد. طيب عموما شوفوا، نحن حياتنا بشكل عام عاملة زي رسم القلب، أحيانا في الأعلى أحيانا في الأسفل، كما الإيمان يزيد وينقص. ولكن في أي شيء بيكون عالي ومنخفض، فكل الخطوات الفاتت الكل بنتكلم عنها يا أستاذ أبو بكر هي بتساعد إني
دائما زي ما انت قلت حرارة الالتزام تكون عندي. لما تنزل ما تقعد كثير، تطلع تاني بسرعة، هتنزل هتنزل هتلقيك مصاعب تخفف من التزامك، لكن تتذكر هدفك، تتذكر المبدأ، تتذكر أسباب اللي بتدفعك، تقوم الحرارة دي تزيد مرة تانية وهكذا. طيب مهم جدا، ودي نقطة مهمة اللي هي بيسموها the mental group أو المجموعة الذهنية أو المجموعة العقلية، اللي هو إنك دائما تحتك بالناس الأهدافهم بتشبه أهدافك، والقيم بتشبه قيمك، والالتزام بيشبه التزامك، هيأثروا فيك وتتأثر بهم. انت لما تكون قاعد معهم حتتحمس، لما تشوفهم هم متحمسين قد شنو انت برضو كمان حيزيد حماسك، لما تشوفهم هم ملتزمين قد شنو حتبقى زيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، والدين هنا الديدن، العادات، التقاليد، التوجه الذهني. الجميل في الموضوع انه المجموعه العقليه دي ممكن يكونوا ناس ما قاعدين معك، ممكن يكونوا ناس في كتب، ايوه نعم، ممكن يكون شخص كتب كتاب، نعم صحيح. ممكن يكون ناس انت بتتابعهم من بعيد، قد يكون بتتابعهم في التلفزيون، ولا بتتابعهم في بتتابعهم في اليوتيوب، ولا بتسمع محاضرات، ولا تمشي تحضر لهم. ممكن يكون متصل معنا، ممكن يكون نعم لا معنا متصل ايوه ديك العافية. ان شاء الله نواصل معك بعد استقبال المأمون. السلام عليكم. السلام مرحبا بك. عليكم السلام. ايوه قليل يا استاذ على خطنا وعلى المحصول عليك. مأمون صوتك ما واضح. الو عبد مأمون عمر الزين عطرة. مرحبا بك يا مأمون، تفضل. اولا رغم الظروف تتحدى ما بيستهين الخوف سوداني واصيل. مأمون بس اقفل الصوت، اقفل صوت كثير ما بتوفيني الظروف. والله الهدف يعني تحقيق الهدف عايز مثابرة وعاوز صبر وجلد شديد والديمومة لتحقيق الهدف. يعني واحد يعني يجيب لك عند أول نقطة تعسر عندها، نعم. يعني عاوز مجروع تغير، كان في مزرعة، كان في تجارة، بمجرد يتوانى ويتكاثر يعني يتراجع. وحتى نحن اللي لاحظنا الحواجات دي بقدر لي نجيش سنوات طويلة جدا جدا، واللي بعده يرجع من نفس النقطة اللي انتهى منها ده، لكن احنا عايزين نبدأ من جديد بمشكلة كبيرة جدا جدا. فأنا بقى والله لنا ولكم يعني الله يديك العافية. شكرا جزيلا مأمون، يديك العافية. من العطبرة عطبرة للقضارف منذر. ألو نعم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله حبابك. ألو مرحبا بك يا منذر، كيف أخبارك؟ والله الحمد لله. الله يخليك، تفضل. عايز نفس البرنامج خطوات تحقيق الأهداف. أيوة فقرة مع نرتقي أنفاس الود. نعم تفضل يا 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 منذر. خفض صوت التلفزيون، لو جنب التلفزيون بيعمل لك صدى. نعم يا 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 مأمون أو منذر. طيب منذر شكله كان مفترض يحدد نوعية المداخلة اللي من خلالها يعني مفتوحة له المشاركة له لغيره. كنا في انتظار إن شاء الله ما يبدي به من المداخلة. داير أشارك الأخوة اللي بيتابعون الآن على الهواء مباشرة، إذا حيتواصل معنا عبر الهاتف تذكر انه تكون مركز على انك تشاركنا بالفقرات والحلقات الفاتت. هل التزمت وطبقت الفقرات دي؟ دايرين تجارب ونماذج حية لناس تابعوا الخمسة فقرات الفاتت خلال الأول، أربعة فقرات الفاتت خلال شهر. الآن نتكلم أيوة عن موضوع الأهداف. نعم. خلال شهر من الآن بنتكلم عن موضوع الأهداف، تكلمنا عن حيات كثيرة، لأن نشوف ليه درجة الناس طبقوا المعرفة والمهارة الجديدة دي. أنا أفتكر الحاجة هتكون مفيدة لكل الناس. نعم. لكل الناس. نعم. اتابعوا الفقرة بتاعت معنا نرتقي، موضوع نعم. موضوع الأهداف. وبعد ذاك إذا داخلتنا بتجربتك في تطبيقك ل الاستراتيجيات اللي تكلمنا عنها، سواء كان أركان خمسة أو العشر خطوات اللي بنتكلم فيها، أو لماذا نضع الأهداف، وفي مشكلة حكون قادر أساعدك إنه شنو الخلل، شنو الحاجة الممكن تضيفها، شنو الحاجة الممكن تقدمها. لعله تكون حلقة اليوم هي الحلقة
الأخيرة في موضوع الأهداف، خاصة أنه ننبه أنه في متصلين جدد ومتابعين على شكل أحدث، يعني بكون يا داب بدوا يلملموا أطراف آي. نعم. لكن من لديهم خبرة سابقة كانت في مجال تدوين بعض الخطوات، يعني تستعين ببعض تجاربهم، ودي بقودنا لمحمد مجتبى أنماط الناس في طريقة التزامه بالتطبيق العملي أو حتى التجاوب مع ما هو مكتوب أو مع ما هو منصح به. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأنفس مختلفة، كما صحيح. الألسن، كما الألوان، كما العادات، كما التقاليد، صحيح، ولكن التزام واحد. يعني كقاعدة، يعني عشان ما نمشي نعلق يكون عندنا شماعة جديدة، أنا نمط شخصيتي ما فيه التزام، وأنا نمط شخصيتي فيه التزام، كلنا الالتزام واحد. عشان ما أقول الله يا أخي النوع ده من الشخصيات ملتزم والنوع ده لا ما ملتزم، لا، الهدف هو اللي بخليني ألتزم. أخونا مأمون من عطبرة قال موضوع المثابرة، المثابرة بتجي هي شيء بيجيب نفسه بنفسه عن طريق انه هدفي واضح، عن طريق ان انا مؤمن ومقتنع، عن طريق ان انا ملتزم، زايد الهدف ما هدف هو مبدا. خليني اقول مبدأ شنو الاسباب اللي كتبتها قبل، كتبت الهدف بتاعي في فقرتين، كتبت الاسباب. نعم تمام. طيب يا جماعه كل الناس اللي بتابعونا الان، موضوع الاهداف موضوع اي شخص انا لاقيته، انا موضوع الاهداف بتكلم فيه الان ده انا اتكلمت فيه اكتر من 100 مره داخل وخارج السودان. نعم. ويرش دورات تدريبيه محاضرات، اليوم انا عندي محاضره حتكلم فيها موضوع الاهداف. اي شخص حقق نجاح عظيم ايا كان مجال نجاح عظيم، في الجانب الديني ولا الجانب الصحي ولا الجانب الاجتماعي ولا الجانب المادي ولا الجانب العلمي ولا الاكاديمي، قال نجاحي بدا في اللحظه اللي وضعت لنفسي فيها هدف. عندنا قاعده بنقول وضع الاهداف وكتابتها والكلام اللي قلناه ده نطبقه، هو الشيء الوحيد اللي بيحول غير المرئي اللي هي احلامك، هو الشيء الوحيد اللي بيحول احلامك لواقع. نعم. كل الناس اللي بدوا يعملوا انجاز بدوا لما وضعوا لنفسهم هدف والتزموا بالهدف ده، عشان ما يكون مجرد خيال. نعم. عشان ما يكون مجرد كتابه في الورق، حبر على ورق، لا. نعم. التزام فيه بيجي الحياه، احيانا بيكون احلام يقظه طبعا. نعم. نبدا في تنفيذ الاحلام دي بالخطوات طيب. نعم. طيب مجتبى، طبعا معايشتك لكثير من قاعات الدرس واصواتها من مؤكد نبتت بعض النماذج اللي انت من خلالها يعني استعنت بها كتجارب حيه، في انها استطاعت انها تتجاوز عرقله الالتزام. يا ريت اذا اطلعتها والمشاهد قبل ما نمشي الخطوه الاخيره في انه على اساس نواصل المحاور، هل في نموذج معين حي انت استطعت من خلاله تستمد او تستشيف معنى الالتزام الحقيقي وكان في نجاح؟ في معاني كثيره او في قصص كثيره للناس اللي التزموا بعد ما حضروا الموضوع ده او حضروا موضوع الاهداف وبدوا يطبقوها. طيب. نماذج لا يمكن ان تحصى. حقيقه. ولكن القاسي المشترك في كل النماذج دي انه ما حصل لها تغيير، حصل لها نقله. تعرف يعني شنو؟ انا الان لما اشيل الكوبايه دي من هنا اوديها هناك ورا الكاميرات دي نقلتها من هنا هنا، غيرتها. نزل ما حصل لها تغيير، نزل حصل لها نقله ماديه قروش او نقله معنويه او نقله روحانيه او عرسوا او عملوا شغل او اسسوا بيزنس او عملوا تغيير كبير او كتبوا كتب. ولكن القاسي المشترك انه لما التزموا باهدافهم بدا تحصل لهم نقله. ولكن دار اقول لكل اللي بيتابعنا انك لما تبدا تلتزم ما تستعجل النتائج. زي البذور ارعاها بالصبر، بثقتك في الله سبحانه وتعالى، بحسن ظنك في الله، بثقتك في نفسك، بالمثابره، بالالتزام، بالايمان، حديك النتائج. وانت ممكن تضع على هدف الليله وتبدا فيه الليله ويكون التغيير قدر كده الليله، لكن بعد اسبوع كده، بعد شهر كده، بعد 6 شهور كده، بعد سنه كده، بعد 10 سنين تلقى انت اليوم ذاك اللي حضرت فيه الحلقه، ولا اللي رفعت فيه سماعه التليفون سجلت لي دوره، ولا اليوم ذاك اللي اشتريت فيه كتاب، ولا اليوم ذاك اللي قعدت مع امك قلت لها امي رشحي لي، اليوم ده خلاك الان انت عندك اطفال. صحيح. في يوم بس. عشان الناس يقول لك والله التغيير ده الوقت، لا، يوم قررت انك ترفع سماعه التليفون ولا تقرا كتاب ولا تمشي اليوتيوب تنزل حلقات مع نرتقي اللي عندها علاقه بهذا وتعمل تعتبرها عباره عن ورشه، هي فعلا ورشه طبعا. الان بنتكلم عن طبعا انا حوالي 4 ساعات جبت ورقه وقلم الكلام ده كله وطبقته. بدا بس بكده الشخص شيئا فشيئا وتلتزم هتحصل له هتحصل له نقل باذن الله سبحانه وتعالى. تمام. والكلام ده كله قال لنا الله سبحانه وتعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، افمن يمشي في زوره الملك، افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى، أم من يمشي عارف روحه ماشي لوين، افمن يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم. فاذا
القصص في الحاجه دي كثيره، ممكن من داخل الاستوديو نطلع قصص. صحيح صحيح. انا بتكلم قدامه الان. نعم. اذا الركن الاخير او الخطوه العاشره والاخيره. طيب كده خلاص موضوع الالتزام. نعم. ما فيه ثاني. نعم. حاجه التزم بس خالد. النقطه العاشره والاخيره انه الكلام الكثير اللي قلناه ده تبدا بالعمل الان. نعم. ولما انا قلت تبدا بالعمل الان، الناس طوال بيمسك خطه في راسه اسوي شنو الان. بيقول لما نبدا بالعمل الان ما تفكر في الخطوات الكبيره او ما تفكر في الكيفيه على المدى البعيد. انت مسؤول من الكيف على المدى البعيد، دي مسؤوليه الله سبحانه وتعالى. انت مسؤول من انك حسي ممكن تعمل شنو. نعم. ودماغنا يا استاذ خليل ويا استاذ ابو بكر عامل زي جهاز الكمبيوتر، اذا سالت سؤال بيديك اجابات. فبنقول طوالي اسال دماغك شنو ممكن اعمله الان يقربني خطوه من الهدف بتاعي. شنو ممكن اغيره الان يقربني خطوه. دماغك حيديك اجابات كثيره، مثلا يقول لك تابع الحلقه دي للنهايه، او يقول لك اقرا الكتاب الفلاني، او يقول لك احضر الدوره الفلانيه، او يقول لك استشير فلان الحاجه اللي انت داير تعملها. قبل استاذ مأمون قال الكلام ده، ابدا من حيث انتهى الاخرون. عمل حاجه زي اللي انت داير تعملها، اقعد معه عملها كيف. دي مجرد دي بدايه. قد تكون بدايه انك تسجل في دوره او ترفع سماعه التليفون او تقرر انك يوميا تخصص ساعه لانك تعمل شيء محدد. دي البدايه كده. فاثر الان صغير لكن بتراكمه نتيجته. لانه يا جماعه لازم نعرف انه النجاح ما بيحصل فجاه. احنا قاعدين في، شفت لو اي شيء بيحصل فجاه النجاح او الفشل بيحصل فجاه بنجم. صحيح صحيح. الشخص اللي بقى فاشل منشر امبارح كان ناجح، نام صحى الصباح لقوه فاشل. خطوات صغيره عملها، فاشل في علاقته مع الناس، فاشل علاقته مع الله سبحانه وتعالى، فاشل في انه يقول اسف، فاشل في انه يكتب اهدافه، فاشل في انه يقرا الكتب، فاشل في انه مثلا يتابع برنامج معين. ده كله مع بعض عمل شخص فاشل. صحيح. النجاح برضه بيحصل فجاه. ناجح في انه يلتزم، ناجح في انه يقول انا اسف، ناجح في انه يقول انا بحبك، ناجح في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ناجح في علاقته مع الناس اللي حوله، ناجح علميا، ناجح عمليا، كلها مع بعض عملت انسان ناجح. ناجح. تمام. فاذا شنو ممكن اغيره الان؟ البدء بالعمل الان. البدء بالعمل. ممكن مصداقا للكلام اللي ذكرته باشمهندس محمد لو تذكر ابو بكر بالامس. يعني كنا في ورشه تطوير العمل التلفزيوني، والعباره اللي ذكرت في انه اكبر المخرجين بدايه عملهم كان بس بيشيل شنطه المخرج. بدا بحمل شنطه المخرج بس. نعم. اكبر يعني المخرجين. ايوه اكبر المخرجين. العباره اللي دوناها طبعا. يعني من ما صنعوا مجدا في جانب الاخراج. ايوه. بدا المسيره اول مشوار كان بيشيل شنطه المخرجين. لكن طبعا بيتابع وبيعاين ومركز ويشوف. يعني نعم. نحن الان معنا خالد دليل ما شاء الله، يعني جانب الاخراج له صحيح بصمه في هذا المجال. طيب جزئيا اذا معناها كلامكم ده كله مع كلامي، اذا يا جماعه لما اجي ابدا ما الا خطوه كبيره، خطوه صغيره انا ممكن ابدا بيها. طيب عندنا لك مشاره يا باشمهندس. نعم. قول لي زمان انت. لا مشاره جميله جدا. عندنا متصل او متصله. هي طبقت الاهداف. اسمعها قلت لحنان عمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لكم وتحيه للدكتور محمد ابو مستوى. الله يحييك. يا 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 خذ لحنان طوالي بنخليك مع باشمهندس محمد اذا هو عنده لك اسئله معينه او طوالي. تفضل. تفضل يا حنان. يلا انت قبل ما تعمل اسئله انا النقطه بتاعت التوغل دي انا تحيت توغلتها. وتوغلت لحالي يعني، لكن كنت عارفة دي الحتة التوغلت هي شنو والحتة بتاعت الإيمان. الحمد لله يعني حلقاتك كلها عندك في حتة الله، وحتى أنا يعني في المركب يتحسن الحمد لله. ممتاز. وفي الحتة دي بالذات الإيمان أهم حاجة، إيماني القوي ده أهم حاجة، إيماني قوي. الكلام الحتة دي النقطة اللي وقفت فيها حبتدي منها. ممتاز. هو ده الاحساس يا حنان. ده الاحساس اللي حيساعدك انك تكوني قادره تمشي قدما. السؤال الان شنو اللي حتعمليه عشان تحافظي على الاحساس بتاع الايمان والهدف المستيقظ في بالك ده؟ السؤال اول حاجه دي يعني ما تكون يعني دي نمره واحده. نمره اثنين تكوني شنو يا حنان؟ نمره
نعم ما بكون ياسي ما بخلي يصون قلبي. ممتاز الياس. ممتاز تمام. يلا طيب داري اقول حاجة عندها علاقة بالياس بعدين ذكريني استاذ خليل بعدين حاجة عندها علاقة بالياس انا بلاقي ناس كتير كتار. ما في ناس يا دكتور محمد محمد المجتمع بعد ما استلمنا شيء في اجوب. نعم. انا ما من عائلة الناس اللي اجوب. يعني لو حصل لي حاجة سوغت زي ضريت حاجة ولا اني توقفتها في البيئة. أنا ما من على دراسة البيئة. نعم. كل ما كان إيماني قوي بتكبر الدنيا. نعم. وكل ما كان يعني صغتي ربي غوية وصغتي في نفسي غوية نفس اللي قدام. نعم شكرا. تمام تمام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا حنان عمر. شكرا يا يا أستاذة حنان. نعم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. طيب موضوع علي. نعم. طبعا. يعلق والياس. رائع جدا إنه حنان بتطبق وفعلا ركزت على الأركان المهمة جدا اللي هي انه الشخص يواصل زايد يواصل بايمان. عموما لما اي واحد فينا يجي ويأس يأس من ايش ما له اهداف يا جماعه يأست من اني اصل للحاجه اللي انا دايره يأست في علاقتي اليأس ينطوي على على سوء ظن والظانين بالله ظن سوء عليهم دائره السوء. لما انا أيأس من هدفي معناه جواي في ظن مخفي كده ما ظاهر انه احتمال ما اصل احتمال وضعنا ما يتغير عشان كده يقول لك يئست انا من الموضوع يئست فاليأس ينطوي على حسن على سوء ظن. طيب عكس سوء الظن شنو؟ حسن الظن. حسن الظن والكامن في ايمانك بالله سبحانه وتعالى. الله اكبر. ايمانك في الله سبحانه وتعالى اكثر حاجه اي شيء ممكن يتكسر ويتغير ويتخرب ولكن الجهه الوحيده الممكن تقلب الامور رأسا على عقب وفجأة هو الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في أي حاجة. وعندنا قاعدة بتقول كل عقبة وكل فشل وكل إحباط بين قوسين يأس يحمل معه بذور منفعة أكبر. والإمام الشافعي يقول كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القدر وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب امر مسخط إن انت بالظاهر لك انه امر مسخط ولكن ربنا خدته لك لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله في الماضي يعني الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يا سلام يا سلام. اذا عندنا قاعده بتقول الابتلاء اللي بيحصل اللي بيمنعك من انك تصل لهدفك اللي بيمنعك من اي شيء اللي بتشوفه انه ابتلاء سلبي هو ليس اختبارا لقوتك الذاتية فقط بل هو اختبار لقوة استعانتك بالله سبحانه وتعالى. فأول ما يجي اليأس أول حتى ما تستعين بإمكانياتك وأنا حاضر الحلقة وأنا اتدربت وأنا قاري كتب لا أول ما تجيك لحظات اليأس أول جهة تستعين بها الله هي الله سبحانه وتعالى. نعم نعم بالله. نعم. الله يديك العافية مجتبى والتحية أيضا لكل مشاهدينا الأعزاء الذين بدأوا فعليا تطبيق و معرفة ما يمكن البداية به والشروع العملي فيما يتعلق بمحتوياته. صحيح. طيب التطبيق العملي ده في بعض الأحيان يعني يكون عسير يعني يكون عسير طيب. على البعض داير أقول نقطة مهمة نقطة مهمة. أول حاجة عشان تبدأ تطبق الحركة دي أول شيء تجيب ورقة زي اللي أنا شايلها الآن وتبدأ تكتب فيها كل ما لديك رغبة في تحقيقه ده تمرين من التمارين بنعملها. أيوة. تجيب الورقة وتكتب فيها كل ما تريد تحقيقه خلال سنة من الآن خلال سنة نبدأ بسنة بنقول لما تجي تبدأ بحياة كبيرة تحسبها بعيدة هذه الحياة القريبة التي تريد تحقيقها خلال سنة من الآن. نعم. أكتب أي شيء يخطر ببالك أنت لنفسك تحققه خلال سنة. بعدك جيب قلم تفضل وأعمل دوائر أو دائرة على أهم ثلاثة أهداف أهم ثلاثة أهداف أنت ما عايز السنة تنتهي إلا وتكون اتحققت. هتكتب كتار أبدأ بالثلاثة ديل دي الأهداف المفروض تبدأ بها دي الأولويات. يعني كان قايل لك من العشرين اللي كتبتهم ديل عندك فرصة لأنك تحقق ثلاثة شنو أكتر ثلاثة عندك رغبة أكتر من غيرهم إنك تحققهم خلال السنة دي. بعد ذاك طبق عليهم الخطوات العشرة. ولكن في نقطة مهمة لازم أضيفها. شكرا يا أستاذ خير. الله يحييك. في نقطة مهمة لازم أضيفها إنه مفروض أنت الآن أنت الآن نفترض إنك الآن أنت موجود هنا. نعم. وهدفك هنا أنت عايز تكفل الفجوة بين أنت الآن وين وتريد إلى أين أن تذهب. أيوة. المسافة تكفيلة تكفي المسافة دي. نعم. طيب عشان تكفيلة قالوا جيب في الورقة دي ذاتها تقوم تكتب
ما هي الصفات والمهارات التي يجب أن تتوفر لدي لكي أحقق ما أريد؟ قالوا لكي تحقق شيء لم تحققه من قبل لا بد أن تكون شخصا لم تكنه من قبل. واو. هقول تاني. لكي تحقق حاجة قبل كده ما حققتها لا بد أن تكون شخصا لم تكنه من قبل. فأكتب كل الصفات. والله مفروض أكون عندي قدرة على مواجهة الجمهور. والله مفروض أكون إنسان واثق من نفسي. والله مفروض إني أكون ماهر في اللغة الإنجليزية. أو مفروض والله مفروض يكون عندي مهارة العرض والتقديم. أو والله مفروض إني أعرف أضع الخطط. أو مفروض أتعلم مهارة التواصل الفعال. أو مفروض أتعلم كيف أتعامل مع شريك الحياة قبل ما أمشي لشريك الحياة. نعم. أتعلم في الأول كيف تكون أتعامل. تكون مهيئ للمساحة. نعم. طيب الحاجة دي الهدف منها شنو؟ هدف منها إنها تزيد من استحقاقك للهدف. آه. لأنه أنتوا الاثنين دارين تكتبوا كتاب. الاثنين. وفي واحد بيجمع مراجع أكتر من الثاني. فمنو اللي حيكتب كتاب أسرع؟ طبعاً اللي بيجمع مراجع أكتر. إذن شنو اللي أنت ممكن تعمله؟ الصفات المفروض تتوفر فيك لكي تصل لما تريد عشان تزيد من استحقاق للهدف ده. طيب استوى ان شاء الله النعيم. النعيم ايوه. انتظر مسافه بس حبينا نقطع كلامك. اها السلام عليكم. احتذر لك يا نعيم. سلام ورحمه الله. شكرا على النعيم. تفضل. متعك الله بالصحه والعافيه. امين. الله يعافيك ان شاء الله حبابك. الحمد لله. الله يخليك. تفضل. تكلموا كيف يبلغ البنيان تمامه انت تبني والوراك يحدمه. هو الإنسان لو بنى بنيان في مكانه تماما ومعتدل ما ممكن يكون أصله يتهدم، لكن لو خطيت أساسه في مكانه تماما ما ممكن أصله يتهدم. وأساسا دائما الهدف يكون في مكانه. الهدف يعني دائما الواحد ينجز إنجاز تماما ويتكل على ربه وإن شاء الله ما بتروح له تمام. أي تمام. شيء موجود. ومنها يكون الثبات والرسوخ. رسوخ الهدف كثبات البناء. شكرا. ايوه نعم تمام. هذا هو الثبات. الثبات ذاته يعني انت ممكن انا اقول لك والله اهدف وخطيت راسي خطيت يدي فوق رقبتي من ورا وافتش ما خطيت مصبعي فوق الذهن حقي وركزت تماما طوالي اتحكم فيه. نعم يعني دائما الانسان ما لا يقنط من رحمه الله. الله يديك العافيه. دائما ما يقنط. شكرا يا نعيم. جزاك الله خير. احنا باقي لنا زي دقيقتين. ممتاز. اللقاء لكن انا كلام النعيم ده ذكرني بسؤال ممكن اختم به. ممكن نذكر دائما الانسان بالامس مجموعه من الشباب موجودين قاعدين ففي واحد يعني بيقول لهم انا عايز ابقى اسد. انا عايز ابقى وبعرف اطلع المارد الجواي في اشاره للتمارين والتدريبات اللي بتعمل. فهل الاهداف دي والخطوات دي ممكن تمشي مع اي زول ما لم يكن هو نفسيا مقتنع بانه والله يا اخي ممكن تغير فيه في عقده في بعض الناس عندهم عقده أيوة في الحياه دي يعني. انا داير اقول كلام مهم. انسى الكلام اللي انا قلته كله. هل انت عندك هدف؟ سؤال مهم. لو عندك هدف انت خسران شنو؟ هل في الحياه بنعيش مرتين؟ حتكون مسيت تجربه اي حاجه. لو عندك هدف الرابط والقاسم المشترك انه يكون عندك هدف. واذا ذكرت انا كنت بقول خطوات كثيره وفي حتات كثيره بقول قال الله وقال رسول الله. لانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. صحيح. ناس التنميه البشريه لو جابوا ولا ناس علم النفس لو جابوا كله موجود مرده الى موجود في الكتاب. عرفناه ولا ما عرفناه؟ فاذا النقطه المهمه اللي بيخليك تطبق وتجرب الحاجات دي اذا انت فعلا لديك هدف. طيب اخر حاجه ممكن نختم بها الان. انه الكلام اللي قلناه ده كله البدء بيه الان. والان لما اقول الان اعني بعد ما تنتهي فقره معا نرتقي وحلقه اليوم على الهواء مباشره بتاعت انفاس الورد. لانه في قانون كوني اسمه الاولويه المتناقضه. كلنا نركز في القانون ده. اي شيء في لحظته مهم. اي شيء مهم لما تبدا تاجله اهميته جواك بتقل. هقول تاني. اي شيء لما اهميته جواك او لما تاجله هو بالنسبه لك مهم جدا. مهم اني اقرا الكتاب ده، مهم اني اكتب الاهداف دي، مهم اني اتصل بفلان ده، مهم اني انا اذاكر الان، مهم اي شيء مهم اول ما تبدا تاجله
أهميته جواك بتقل. القانون الكوني دي اسمه الأولوية المتناقصة. فكل ما تأجل حاجة، تأجل اتصال مع صديق، تأجل زيارة لأي شخص، تأجل بحث دار تعمله، تأجل كتاب دار تكتبه، الأولوية المتناقصة ده قانون كوني. فإذا بدأت تأجل أهمية الحلقات دي كلها والموضوع بتاع الليلة بالذات جواك حتقل. وجرب موضوع الأولوية المتناقصة ده في أي شيء ثاني. أسقطه على أي شيء ثاني. إذن البدء بالعمل الآن هو اللي حيخليني أحافظ على الطاقة وقوة الدفع اللي تكونت لدي نتيجة لمتابعتي لموضوع الأهداف. داير أقول لكل الناس تتابعوا حلقة اليوم. إذا أنت يا دوب حضرت حلقة اليوم سبقتها أربع حلقات. أرجع لقناة اليوتيوب بتاعت قناة طيبة هتلقى برنامجين فاصل ورد وفقرة مع نرتقي مقسم على حدة. أرجع للحلقات الفاتحة اللي عندها علاقة بالأهداف، إذا جمعتها كلها هتلقاها برنامج تدريبي يقودك بإذن الله سبحانه وتعالى لأنك تصل إن شاء تصل لأهدافك بإذن الله تعالى. لو دار أقول حاجة أخيرة، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قلت الكلام ده ليه؟ إياك في يوم من الأيام تقول لنفسك ما بقدر أو لا أستطيع أو لا أتمكن، لأن القاعدة تقول إنه الشيء الذي لا تستطيع أن تفعله هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. فلو يوم من الأيام قلت لنفسك ما بقدر أو صعب علي، معناه جواك أنت فعلا ما عندك رغبة، أنت فعلا ما داير، لأنك إذا كنت تريد وكان عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى والتزام شديد ده معناه أنت فعلا فعلا بتقدر. كل الناس تتابعونا أتمنى إني ألاقيهم شخصيا ويشاركونا هنا في الاستوديو ولا نصور معهم برا ولا يلاقوني بشكل شخصي عن كيف الأهداف عملت النقلة والتغيير في حياتهم. حكون حرص على الحاجة حتى إن شاء الله في واحدة من البرامج بعد إذن الإدارة الإنتاج ممكن إن شاء الله في القاعة نسجل مع مجموعة من الطلاب أكيد. يعني وإنت أسرع بدرسهم طلع على نماذج مما استطاعوا أن يغيروا فيهم من خلال الورشة التي قدمها. أكيد أنا 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 شاكر وممتن لقناة طيبة اللي أدتني وقت زيادة. شاكر وممتن لأسرة برنامج أنفاس الورد. شاكر وممتن لأن الله سبحانه وتعالى سمح لنا إنه نتكلم عن موضوع الأهداف. الحمد لله. وشاكر وممتن لا سبحانه وتعالى أنه علينا الفرصة إنه الشخص الآن اللي بيتابعني الآن وأستاذ خليل وأستاذ أوكر إن أكون موجود معكم. نحن كمان والله شكرا شكرا لله وشكرا لك أكبر كذلك. شكرا جزيلا سعدت بك الأهداف. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي النهاية وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه. كل الشغل ده ما حيشتغل، كل الكلام اللي قلناه ده ما حيشتغل لو ما أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى. كل استراتيجيات وحيات لكن اللي حيحركها فعلا هو إخلاصنا ويقيننا ومصداقيتنا وإخلاصنا لوجه الله سبحانه وتعالى. المواضيع كلها بتكون أقوى وأكثر تأثيرا وربنا سبحانه وتعالى حيلهمنا الطريق الصحيح. شكرا جزيلا على هذه المساحة الجيدة والموفقة والكان فيها كثير من النقاط التي تحتاج إلى تطبيق عملي.